السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي. اليوم حبيت نتقاسم معكم واحد الوصفة مغربية اللي هي السمن الحار البلدي التقليدي المغربي. الكل بطبيعة الحال تيستعملها في الوصفات المغربية، وعارفة بأنه الكل تعرفها، وحبيت نشارك معكم الطريقة. المقادير ديال السمن الحار: تنحتاجو نصف كيلو من الزبدة، بطبيعة الحال الزبدة البلدية، يفضل تكون بلدية، ملعقة ونصف من الملح، ملعقة كبيرة طبعا، ومحلول الزعتر. هاد محلول الزعتر عملنا كاس ديال الماء مع 3 معالق ديال الزعتر في كاسرول او اناء، وحطينا فوق النار، ومنين طبخ عطانا هاد المحلول اللي هو محلول الزعتر. صافي، هادو هما المقادير ديالنا اللي تنحتاجو لهم في السمن الحار البلدي. مرحلات التحضير: بسم الله، غادي نحتاج واحد الاناء كبير بطبيعه الحال اللي نقدروا نتحكموا فيه في الزبده ديالنا، حيت غادي نسرحوها او نعجنوها هي والملح. بطبيعه الحال غنحتاجوا الاناء كبير. وضعنا الزبدة ديالنا ووزعنا فوق منها ملعقة ونصف من الملح. بطبيعة الحال هاد الزبدة خصها تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ماشي نوضعوها في الثلاجة ونخرجوها ديريكت من الثلاجة ونستعملوها، ما يمكنش، غادي تجينا شوية صعيبة في المج وما غاديش نتحكموا فيها. ضروري تكون سخونة شوية، يعني بدرجة حرارة الغرفة تتكون لينة، تيدخل فيها الملح بطريقة يعني سهلة وبسيطة. وكذلك يمكن لنا نستعملو شوكة أو ملعقة، أو يمكن لنا نستعملو يدينا. أنا في هذه المرحلة فضلت أنه نستعمل الشوكة، فستنمزج الملح مع الزبدة، نمزجوهم مزيان، نستمروا في المزج حيت الملح خصو يدخل مزيان في الزبدة، باش من بعد نعجنوهم مزيان، نستمروا في المج. ما مزجنا الزبدة ديالنا بالملح، تندوزو لمرحلة غسيل الزبدة. تنحتاجو لواحد الكمية ديال الماء، تنخويوها في وسط الزبدة ديالنا وتنعجنوها مزيان، تنغسلوها، تنضفوها من الحليب. بهذه الطريقة تنضفو الزبدة ديالنا من الحليب، لأنه إلا بقى الحليب في الزبدة السمن ديالنا ما تينجحش نهائيا. تنبقاو تنغسلو فيها، تنستمروا في هذه العمليه 3 دقائق 4 دقائق، ويمكن لنا نعيدوا العمليه مثلا انا عدا 2 مرات، حتى لقيت بانه الماء اللي تنخوي فوق الزبده ما بقاش فيه الحليب، ما بقاش فيه البيوضيه، يعني ما تبقى فيه التقطره ديال الحليب. هادشي حسب النوع ديال الزبده. انا الزبده احتاجت للعمليه 2 مرات. كاين الناس اللي غادي يستعملوا زبده فيها الحليب بزاف، يعني خصهم يغسلوها مره وجوج وثلاثه المرات حتى ما يبقاش في الزبده حتى نقطه ديال الحليب باش ينزح لهم السمن. يعني هاد المرحله تتسمى تنغسلوا الزبده، تنطفوها من الحليب، تنستخلصوا هذاك الحليب اللي تيكون في الزبده، ونستمروا في العجن. في هذه المرحلة من بعد ما عجنت الزبدة بالماء، شوفوا الماء كيفاش ولا بيض، تنصفيوه وتنعودوا العملية مرة أخرى. أنا في هذه المرحلة استعملت إيدي بطبيعة الحال مغسولة بالماء والخل، يعني تنضلوا في الماء وتنستعملوا يدينا في جميع الوصفات ديالنا، شيء طبيعي في المطبخ. نضيفوا القليل من الماء ونعودوا الكرة، انا عودتها 2 ديال المرات. بطبيعة الحال تولى الماء نضيف، يعني تنزلت الماء اللي تنسقطر ولا نضيف جدا،
ونعجنو، نعاودو نعجدو. اذا اقتضى الامر مره ثالثه نعملوها، تنظف الماء ولا الماء ديالنا ما فيهش الحليب والو، هانتوما الماء ما فيهش هنايا والو ولا نقطه ديال الحليب، يعني ما يحتاجش نعاود نكرر. صفينا الزبده ديالنا من الماء، غادي نوزعوه الان في نوزعوها الان في في, في الاناء فضلت نوزعها بالشوكه، محتاجاش ليد هي الان، باش نضيفوا ليها محلول ديال الزعتر اللي سبق لينا طبخناه وصفيناه وخليناه حتى برد، ضروري يكون بارد. نعملوه فوق الزبده ديالنا، انا خليته ساعه ديال المكانه، ما بغيتش هذاك المذاق الزعتر يكون طاغي على السمن، ويمكن لكم اللي تيبغي داك المذاق يخليه حتى ليله، يخليه ليله كامله يعني ماشي مشكل. يمكن لكم تخليوه ساعتين، ثلاثة سوايع، أربعة سوايع، خمسة، حسب الإمكانية ديالكم. من بعد صفيتو في إناء آخر، بطبيعة الحال خصنا نصفيه، ما تبقاش فيه حتى نقطة ديال الماء. نصفيتو بهذه الطريقة مبدئيا، ومن بعد غادي نزيد نصفيه بطريقة أخرى. كاين الناس تيستعملوا القماش، انا ما تنستعملش القماش في المواد الغذائيه، يعني ما تنبغيش. غادي نزيد نصفي السمن ديالنا بهذه الطريقه اللي كانوا تيستعملوا جدودنا، يعني الطريقه التقليديه. هذه الطريقه تتاكدي منها بانه الزبده ما بقاش فيها حتى نقطه ديال الماء، بلا ما نستعمل لا قماش لا والو، ما تنبغيش سبحان الله العظيم هذيك المساله نتاع ندخلته في المكان، خصوصا شي حاجه تتلصق بحال الزبده تجيني شويه قضيه صعيبه. تنستعملوا هذه الطريقه هذه، تنتاكدوا بانه راه ما بقاش فيه، ومازال نزيدوا نتاكدوا لانه ما خص يكون فيه حتى نقطه ديال الماء، وتنستمروا في العمليه بيدينا. بطبيعه الحال يدينا غسلناهم بالماء والخل ونظفناهم، يعني كلشي النساء تيستعملوا يديهم في المطبخ بطبيعه الحال. ما نضيعو حتى شي حاجه، نحاولوا ما نضيعوش. واخا صفيناه بيدينا باقي فيه الماء، خصنا نعاود ثاني نصفيه ونزيد ونصفيه حتى نتاكدوا بلي ما بقاش فيه حتى نقطه ديال الماء، يعني السمن ما خص يكون فيهش الماء، ما تبقى فيه حتى شي نقطه. نصفيه ونزيد ونصفيه، نعاود العمليه باش نتاكدوا نهائيا. المرحله الاخيره غادي نحتاجوا فيها واحد القاروره قرعه من اي نوع، انا حبيت نستعمل هذا النوع هذا اللي تتكون فيه واحد خاص بالتعتيق المواد الغذائيه، تيكون عنده واحد الجلده ما تتخليش الاكسجين يدخل المواد الغذائيه، يعني تتزمتهم خاصه بالتعتيق. هذا النوع القرعيه يوفر عليك بزاف ديال المشاكل، واللي ما عندوش يمكن ليه يستعمل اي قرعه، ولكن يحاول يغلقها بقطعه قماش عاد يدير الغطاء او بلاستيك غذائي ثم يعمل الغطاء. غير هذا النوع ديال القراعي خاص بالتعتيق، يعني ضروري توفر بزاف ديال المشاكل انه الوصفه ما تنجحش او السمن. نحط الزبدة ديالنا في وسط القارورة ونضغط عليها، نحاول نضغط عليها، يعني التوزيع يكون جيد في الجوانب، نوزعه في الجوانب باش ما يبقاش عندنا الفراغات، مهم ما يبقاش عندنا الفراغات في أي حاجة ترقدوها، بحال أي حاجة محتاجة التعتيق. نضغط على السمن باش نعمروا الجوانب ديالنا، ولو انه هاد النوع القارورات واخا تبقى شي بلاصه خاويه حيت ما تيدخلش ليها الاكسجين، ما تيوقع ليها والو بالتجري، الا كانت القرعه خاصه بالتعتيق ما تيوقع حتى شي مشكل. هاد القاروره زادت نصف كيلو نتاع نصف كيلو من الزبده تماما، دروكا نضغطو عليها مزيان على الزبدة ديالنا، لا بد ما نستعملي يدينا ضروري باش ما نضيعوش، يعني ما استعملتيش يدك يضيعوا لك المسائل.
ونغلق القارورة ديالنا. تنتمنى هاد الوصفة تكون عجباتكم، واللي عجباتو يحاول يعمل السمن في الدار، ما نبقاوش نشريو الحاجة، نعملو الحاجة ديالنا الروسنا، خصوصا بحال هاد المسائل اللي تتطلب النظافة، نعملوها في البيوت ديالنا. نغلقو القارورة، نضربوها واحد شوية باش يحتل يعمرو الجوانب، واللي عجبو عجباتو طريقتي في السمن يعمل لي لايك ويشترك معايا في القناة ديالي. وشكرا لكم على المشاهدة، وبارتاجيو وعملوا لايك، وشكرا للجميع.